نعم انا رحت في بدايه 53 نعم في البدايه خالص نعم وبدانا كان كلها حاجه واحده المخابرات العسكريه اسمها العسكريه فاضيفت بقى للمخابرات لان هي كانت يعني جزء من الجيش نعم فاضيفت لها اشياء جديده وكان اهم حاجه هو العمل على المقاومة الشعبية أو المقاومة الاحتلال البريطاني بطريقة يعني شعبية بطريقة أنها تكون بالضبط كأنها طريقة شعبية نعم إنما هي كانت المخابرات تدير كل شيء كل شيء نعم كان في أساس موجود طبعا لأن هي الحقيقة من أيام وزارة الوفد كانوا بدأوا يشجعوا العملية الشعب الناس الناس تروح وكنا بنسميهم الناس الفدائيين أو التجنيد ما كانش في يعني في بعضهم كان بيروح بسبب الاستيلاء على بعض الحاجات وبيعها نعم كان دول بقى احنا لمناهم كنا بنسميهم الشبيحة دول لمناهم وأصبحوا رجال وطنيين حقيقيين لأن اتحطوا في إطار وطني وخدوا المقاومة المقاومة جزء من المقاومة مقاومة المحتل بالضبط الإنجليزي المقاومة هنا لها أصول وكان يعني بحيث إنما ثم تقول وقف تقف وده كان ما يخيف العدو دايما نعم. انك انت احساسه انك انت مسيطر سيطره كامله على المقاومه عشان كده انا دايما باؤكد على فكره ان المقاوم يشد ازر المفاوض وانا بتكلم على مثلا موضوع فلسطين وبتاع يبقى ده في سكه وده في سكه مستحيل نعم. لابد ان يكون في تفاهم كامل نعم. والا المقاومه ما تكونش اضافه الى المفاوض اطلاقا نعم. فطبعا كانت عمليه يعني منسقه تنسيق جيد جدا في جميع الاتجاهات بس وبعدين بقى طبعا انفصلت المخابرات العامه عن الحربيه نعم ومسكت افريقيا بقى دي كان وبدا بالسودان الاول مع زكريا محي الدين ومع افريقيا قبل ما نروح للتفاصيل افريقيا عشان ملف افريقيا ده ملف مهم دخلت حضرتك الكليه الحربيه رغبه الوالد مش كده لا هو يعني هو الحقيقة أنا كان مجموعة كبير نسبيا يعني وقتها كنت جايب 3.5% ده كان مجموعة كبير جدا وكان ده يدخل واحد كانت الجامعة بفلوس نعم. كان ده يدخلك مجانا ومساعدة شهرية بعد كده تستمر طول ما انت بتفوق عشان جاب المجموع العالي ده عشان المجموع العالي و 83 الوقت ما عادش تدخل كليات انما وقتها كان دي حاجة كبيرة جدا نعم. يعني